بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. سائل يسأل قائلا: هل يجوز لطبيب أن يحول من الأطفال مثلا أن يحول من الأطفال أظن يعني من قسم الأطفال على ما يبدو إلى البطنة أو إلى أي تخصص فيه الكشف على النساء بسبب أنه لن يستطيع أن يأخذ باقي تخصصه في الأطفال؟ يعني يجوز للطبيب أن يتخصص في قسم الأمراض الباطنة ويجوز أن يتخصص في قسم الأطفال، لا غبار على ذلك. قل: هل التكييف جاء لرمضان فقط؟ أدري إخواننا يعني ينبغي أن يعني يراعوا الأخلاق الكريمة في الطرح وفي العرض، لأن الأخ السائل يعني أسلوبه في الكلام سيء جدا، يعني أسلوبه سيء، فعلى الأخ الذي يرسل ورقة يكون مهذبا في ال... ما أدري أقول لا أقرأها لكم ولا لا، بس ملاش، على كل أنت كيف فيه عطلة بيصلح إن شاء الله، بس الذي نقوله هو هذا. لكن الأخ المرسل يكون مهذبا في الكتابة التي يكتبها. أضحية سنها مخلوع، تجوز أو لا تجوز؟ الأضحية التي سنها مخلوع لا تضحي بها لأنها ذات عيب ظاهر. الذي مات وهو سكران يدفن في مقابر المسلمين، هو مسلم، ما الدليل على خروج بعض الناس من النار؟ حديث: أخرجوا من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبي من الخير ما يزن ذرة. يقول: هناك جماعة سموا أنفسهم بحزب التحرير ينكرون عذاب القبر ويردون الأحاديث الأحاد في العقائد ويدعون إلى ذلك، هم أعني الذين يقولون بذلك ضللة؟ لا شك أنهم أهل بدع وأهل ضلال، أهل بدع وأهل ضلال الذين يدعون إلى رد حديث الأحاد والذين ينكرون عذاب القبر، لا شك أنهم ضللة أيا كانت أسماؤهم. بيد أنني أحب أن أنوه إلى أننا هاهنا عملنا قاصر على تعلم كتاب الله وسنة رسول الله والدعوة إلى الله، لا ندعو إلى جماعة بعينها ولا ندعو إلى حزب بعينه، إنما ندعو إلى الأخوة الإيمانية الإسلامية بصفة عامة. فالمسلم أخو المسلم، لم يقل الله الذي في جماعة هو أخ الذي في جماعة فحسب، إنما المسلم أخو المسلم، لم يقل الله إن السلف أخو السلف فحسب، ولا الإخوان أخو الإخوان فحسب، ولا أنصار السنة أخو لأنصار السنة فحسب. كل هذه المسميات إنما نحن بعيدين عنها، إنما المسلم أخو المسلم، إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم، تسموا بما سماكم الله به، كذا قال الرسول في حديث الحارث الأشعري: تسموا بما سماكم الله به، هو سماكم المسلمين المؤمنين عباد الله، هو سماكم المسلمين المؤمنين عباد الله. قال تعالى: ملة أبيكم إبراهيم، هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا، أي وفي هذا القرآن أيضا، اسمكم مسلمون. فلا ندعو إلى حزب ولا إلى جماعة بعينها، إنما ندعو إلى الإسلام وإلى التآخي مع كل المسلمين، إلى التآخي مع كل المسلمين. والشخص يوقر لصلاحه والاستقامته على أمر الله، استقامتي على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا
ما ندعو إليه مسلمون، ندعو إلى التآخي مع كل المسلمين، وندعو المسلمين إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله، وندعو أنفسنا إلى ذلك، ونستعين بالله للاستقامة على الإسلام وللاستقامة على الإيمان. أما التفرقة أو أن يدخل شخص في أوساط إخوانه ويدعو سرا إلى جماعة فإن براء من هذا، براء من هذا. إذا كان شخص يتسلل في وسط إخوانه في أي مكان ويدعو إلى جماعة أو حزب معين، فنحن لا نقر على ذلك ولا ندين الله بذلك، إنما ندين الله بالأخوة مع المسلمين كلهم. البقالي الذي يبيع في الدكان مسلم له حق المسلم، أخ لنا في الله له حق الأخوة، وليس الأخ هو الملتحي فقط كما قد يظن البعض، إنما الملتحي غاية أمره أنه امتثل أمرا لرسول الله، عصى الآخر هذا الأمر. ولكن قد يكون الملتحي غشاش، قد يكون الملتحي غشاش، وقد يكون الثاني أمينا، فهذا أيضا قصر في أمر وخالف أمرا لرسول الله وذاك استجاب فيه. ليس تزهيدا في اللحية أبدا، المسلم الملتحي في الجملة اتبع سنة واتبع واجبا قصر فيه الآخر وسيحاسب عليه، لكن لم يخرجه حلق لحيته عن الإسلام ولا عن الأخوة الإيمانية، إنما ينصح ويذكر بالله. فهذا المنهج العام لأهل السنة والجماعة لا يخفى عليكم، ذكرت هذا حتى لا يدخل شخص في أوساط إخواني المبتدئين ويوهمه أننا ندعو لحزب أو لجماعة، إنما نحن متعلمين جميعا نحرص على تعلم كتاب الله وسنة رسول الله والعمل بذلك والدعوة إلى ذلك مع تآخينا مع عموم المسلمين، مع تآخينا مع عموم المسلمين للأدلة التي ذكرت، ولقوله تعالى كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه، المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، لا يبيع أحدكم على بيع أخيه، فأخوك هنا هو الأخ المسلم عموما، لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه، أرأيت إن أخذ الله الثمرة بما يستحل أحدكم مال أخيه، فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. فالأخوة الإيمانية هي شأننا بارك الله فيكم، لا نفرق بين المؤمنين وبعضهم البعض، إنما نقترب من الطائعين لله ورسوله وننصح البعيدين عن الله ورسوله، لعل الله أن يهديهم وأن يصلح شأنهم. هل إبراهيم النخعي سمع من ابن مسعود؟ لم يسمع من ابن مسعود، كان بعض العلماء يقول إذا قال عن فقد أخذه عن غير واحد عن ابن مسعود، وفي هذا أيضا مقال. هل يجوز أن أبيع اللب الذي يتسلى به وهو ما زال في أكمامه بعد أن أمن العاهة؟ يرجع في ذلك إلى أهل المهنة والاختصاص، إن قالوا قد بدأ صلاحه فيجاز بيعه، وإن لم يبدو صلاحه لا يجوز بيعه وهو لم يبدو صلاحه. ما حكم لعب البلياردو؟ لا أعلم مانعا منه إلا إذا كان رهانا فالرهان محرم. بما تنعقد الجمعة؟ تنعقد الجمعة بما تنعقد به الجماعة، ليس ثم نص واضح في الإلزام بعدد معين للجمعة. رجل نذر أن يقيم الليل في شهر شوال فقط بثلاث أجزاء كل ليلة، وتكاسل في بدايته وأجريت له عملية جراحية الآن، فلا يستطيع أن يسجد ويركع، هل عليه فقط كفارة يمين أو يوفي بالنذر؟ يوفي بالنذر ويصلي جالسا، يصلي مضطجعا. يقول نرجو تأجير اختبار القصص إلى شهر الربيع. لا نستطيع الإجابة على، لا نستطيع الامتثال لهذا الرأي،
لأن الامتحان قد أعلن عنه من مدة، امتحان قصص الأنبياء أعلن عنه في مدة أنه في شهر محرم، والذي يشترك يشترك، ما يشترك يدخل امتحان آخر، عادي المشكلة. رجل أتى امرأته في رمضان مرتين، كل سنة مرة، وكانت مطاوعة، عليه كفارتان وعليها كفارتان، طيب أخوكم يذكركم بصيام غدا الاثنين إن شاء الله. بارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.